متابعي قناة اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وديما كنتمنى ان الفيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم حنايا متواجدين عند اختي هناء في التعاونيه ديالها ديال ريحانه كوسميتيك، المحل اللي ولا غني عن التعريف. تبارك الله، منتجات رائعه جدا جدا جدا، مخدومه من القلب. نتوما راكم وليتوا عارفين دابا اختي هناء بالنسبه لي فيدل اللي جاو عندها المحل واللي جربوا لو سوان ديالها. في اخر فيديو كنا صورنا معاها ديال لي فاسيال، تبارك الله اللي كان عنده واحد الصدى اللي هو زوين بزاف بزاف، يعني بالشهاده ديال المتابعات والزبونات، غنقول الزبونات ديال اختي هناء اللي دائما كيجيو عندها المحل. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على دو باك ان شاء الله اللي موجده لكم اختي هناء، واحد لا برومو اللي هي زوينه بزاف غادي تعجبكم، خصوصا في هذه الوقيته اللي تيكون فيها البرد وكيكون فيها يعني نشوفيه بزاف في بزاف ديال المناطق ديال الجسم اولا الشعر. فان شاء الله غتشوفوا معايا جوج ديال لي باك وغتشوفوا معايا دي كادو زوينين غتقترحهم لكم اختي هناء. بالنسبه للطريق باش تجيو المحل ان شاء الله غادي نخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو، ولكن غادي نعاود نذكر بالعنوان. بالنسبه لا غالري اللي كاينه فيها تعاونيه ديال ريحانه كوسميتيك سونتر كوميرسيال المعارف، راه كيجيو تقريبا حدا كوان دو شين، ما بعادينش بزاف حتى من توين سنتر بمدينه الدار البيضاء. واللي زوين ان اختي هناء كتبعت المنتجات ديالها في مدينه الدار البيضاء جميع مدن المغرب وايضا حتى خارج المغرب. منتجات اللي هي رائعه بالنسبه للبشره، بالنسبه للشعر، الصباغه ديال الشعر، وكيف ما قلت لكم لو بيبي الجديد ديالها اللي هو لو سوا ايدغا فاسيال. المهم باش يكون ان شاء الله غنتعرفوا عليه مع اختي هناء اللي غادي نرحبوا بها. غادي ندير واحد الجوله هكا في المحل، غنتعرفوا على لي برودوي بالنسبه للناس الجداد، لان دائما كيلتحقوا بينا ناس جداد. ان شاء الله غنتعرفوا على لي برودوي باش كتميز التعاونيه ديال ريحانه كوسميتيك، وايضا غنتعرفوا على لي باك اللي موجوده لكم اختي هناء. ما تنساوناش فقط غير من لي جيم ومن البارطاج، ونبداو على بركه فوالا. متابعي القناه اختي هناء لاباس عليك؟ بخير لاباس، الله يبارك فيك الجميله المتالقه هنا. الله يبارك فيك، الله يحفظك. بخير، كلشي على خير، بارك الله فيك. مع هذا البرد تبارك الله عليك، فكرتي فينا ديما تبارك الله عليك. عرفتي سورتو لي باك اللي وجدتي لينا، زعما تبارك الله فكرتي فينا، لان كنعانيو بزاف سورتو النساء تيعانيو بزاف في هذه الوقيته ديال البرد. نشوف فيها بزاف، تماما، وعلى حساب كاع دابا الناس اللي كيجيو المتتبعات اللي كيجيو تياخذوا شي حاجه ديال ليدغاتاسيون، كلهم تيقلبوا يا اما لو فيزاج يا اما لو كور، حتى بالنسبه للشعر، حتى بالنسبه كلشي، لا لاف غير يدي ناشفين، كلشي نشوفيه. سو كيف قلت سي لو مومون دو فيغ اون بيتيت بروموسيون. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. هي قبل ان شاء الله بغيت نسولك على لو سوا ايدغا فاسيال، واش باقي دابا كتاخذي لي رونديفو عادي بالنسبه فوالا؟ حيت كاين بعض السيدات كيقول لك واش باقا هنا كدير لو سوان، واش على حساب هذا الشيء من الموجه ديال فوالا؟ باقيه لا بروموسيون. المهم الناس اللي انتريسي اختي هناء راه عندها واحد البلاصه الفوق اميناجاتها، راه كنا درنا عندها واحد لا فيديو غنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. الناس اللي بغاو يعاودوا يتعرفوا على ليدغا فاسيال، ودرتها لكم بواحد الثمن مناسب، واللي زوين انها ليدغا فاسيال يعني بدي برودوي بيو فوالا، يعني بدي برودوي اللي هما طبيعيين جدا وكيعطي واحد ليكلا. راه كنا درنا واحد التجربه بحال غنقولوا في الاول مع يعني فوالا مع واحد البنوته، وعرفتي وشفتوا معايا لو سوان كامل من ا حتى لزيد، وشفتوا يعني ليكلا اللي عطاها في وجهها. فتبارك الله ما شاء الله عليك، وحتى السيدات اللي يعني اللي استافدوا منه راه خلاو هنا في التعاليق، كانت تجربه اللي هي زوينه بزاف بزاف. وان شاء الله غادي نخلي لكم الرقم باش تواصلوا معاك كياخذوا الرونديفو، ياك رونديفو يا اما ديال لو فيكس يا اما ديال الملكه فوالا. كلشي هادشي غتلقاوه على الشاشه وفي صندوق الوصف ان شاء الله باذن الله. كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم لا فيديو ديال لو سوان ايدغا فاسيال بالمراحل ديالو، ونعاودو نذكرو لو بخي بشحال لو بخي. لو سوان كامل، لو سوان كامل اون برومو ديالها لكم 400 درهم 400 درهم، كتستافدي من واحد الحصه ديال لاغولاكساسيون تبارك الله. فوالا ساعه ونص عندكم ديال لو سوان، وكي قلت لكم دي برودوي اللي هما طبيعيين، ومن هانيت كتجربوا حتى لي برودوي لان كتخدمي بلي برودوي اللي كتبيعي. التركيبه ديالهم والنتيجه ديالهم والمفعول ديالهم، تبارك الله بحال اثنان في واحد، كتستافدي من لو سوان وفي نفس الوقت كتجربي لي برودوي، كتجربوا هما لو برودوي فوالا، لو برودوي اللي كنخدموا به عارفه المفعول ديالو عليهم تبارك الله عليك، كيفاش لو ميتريز ميو على دوطر برودوي اللي ندير بهم لو سوان. تبارك الله عليك ما شاء الله. فوالا قبل ما نبداو اولا قبل ما نشوفوا يعني لي برومو اللي داينه اختي هناء، قلت علاش لا ما نديرش لكم واحد التذكير بالنسبه للناس جدادين، لان كل مره كيقول لكم كينضموا ناس جدادين للقناه. فاختي هناء عندها دي برودوي اولا اون غام اللي خاصه بالبشره
جميع انواع البشره فوالا، وكاينه اون جام ديال الشعر، وعندك حتى الصباغه ديال الشعر. كاينه اون جام ديال الشعر كومبليت، من الصباغه، من لوتيشوت، منها ليدغاتاسيون، منها متكامله. باش غادي نبداو، باش نبداو بلي شوفو، نهضرو عليهم، نبداو على لي شوفو. الشامبوان العجيب ديال البنان، شامبوان بنان، ليكستري دو بنان، فيه مقطع البنان، سيت ان شامبوان كي ناتوريل سون سولفات، مصوب بمواد طبيعيه وزيوت، مقطع البنان، تبارك الله عليك، بوغ لي شوفو سيك اي تخي سيك، يديروه لي بوتي إليغون. فوالا دابا باش زوين بحال سيدي كنا تلاقينا معاه كديروا البنوتات ديالها، ما كيبقى لا داك، ما كيبقوش دوك لي شوفوك، ما كيبقوش فورشو، ما تيبقاش داك، ما تيبقوش ناشفين، لا ما تيبقاش، تيبقاو ما كتحتاجش لا بري شامبوان تقريبا كاع معاهم، لان تبارك الله هما كيعطيو لي ديغاتاسيون، تيولي شتا تولي الزغبه طايحه طايحه. وكاين اللي عنده لي شوفو بوكلي وتيبغيو شويه ديال العنايه اكثر، فوالا هادوك كاين لا فوالا، كاين لا لافون اي لا بري شامبوان، كاين البان دوي اللي كيتستعمل قبل من لو شامبوان اللي شعرو ناشف. بالنسبه لو شامبوان نعاودو نذكرو الثمن تاعو 65 درهم، 65 درهم فوالا. عاد نمشيو لو بان دويل، البان دويل اللي كيتستعمل قبل من لو شامبوان بالنسبه للشعر ناشف وناشف جدا. ها هو البنات شتو، وهذا يعني كنت كتقدري تستعمليه قبل اولا تقدري تستعمليه بعد. البو لوتيليزي ميم ابخي، انا البنتي كنستعملو ابخي ماشي مشكل، حتى تبغي هي كنبغي، حيت هو كيعطي بحال داك لي في مويي شويه، ابار لي في مويي هويا لو طو ديال ليدغاتاسيون ديالو اي تري زيلفي، فوالا عاليه جدا. هانتوما راه كيجي كريم كيتسمى حمام ديال اولا ديال الزيت، حمام زيت فيه 8 ديال لي زويل، هما هادو اللي هنايا مكتوبين هنايا، هاد الزيوت كنقطرهم ونعصرهم بيدي تبارك الله، يعني من تعصيرات الزيوت لو ميلونج لوي ميم، والنسبه ديال ليدغاتاسيون ديالو طالعه سو كيفي شويه مزيت، علاش كنستعملوه قبل من الشامبوان. اللي بغى غير تغذيه وشويه ديال لابريونس يستعملو قبل ويغسل شعرو، اللي بغى تغذيه تبقى يستعملو قبل الشامبوان. تبارك الله عليك، هذا شوفوا معايا لو بو تبارك الله كبير، يعني تقدر تستعملو تقدر تستعملو مثلا الام والبنيه مثلا، راه كتستعمل غير بيتي شويه كافيه. والثمن ديالو 70 درهم. ما حدنا باقيين هنايا نهضروا على لو شامبوان سوليد. الوغ هذا لو شامبوان سوليد سون سولفات سون بارابين سون كونسيرفاتور سون كولورون، تبارك الله شوف كيفاش كيجي هذا، يعجبني حتى الوليدات والرجال اللي عندهم مشكل ديال القشره، وهذا ساهل لان تيكون شاديرو قصير قصير دغيا تيدوز، دغيا تيدوز ما تيرغوش بزاف، الرغوه ديالو خفيفه حتى انا مجرباه، وكله اعشاب كيف ما كيبان لكم، كله ورق سيدر، ورق الحريقه، الزيت الاساسي ديال الارز، فيه كل ما هو ضد التساقط. تبارك الله عليك، هذا هو الثمن ديالو 60 درهم اقتصادي، لانه ما كيدوبش غير الاشاره راه ما كيدوبش، لا لي تري كومباكت. الوغ اللي كيمشي مع هذا لو شامبوان هذا هو لو سبراي اونتي شوت، رائع الروعه، هذا الروعه الروعه الروعه، زوين بزاف ضد التساقط، كيتستعمل ضد التساقط وضد القشره، الناس اللي تيكون عندهم هذوك ضد الطفيليات، الناس اللي عندهم طفيليات عندهم الكزيما ولا شي حاجه في الجلده ديال الشعر. الجلده ديال الشعر فيه 7 ديال الزيوت اساسيه، وفيه البروتين ديال القمح فوالا، باش ما ينشف، ما الزيوت الاساسيه كتنشف والبروتين تترطب، باش يكون داك التوازن، باش كيكون التوازن. وكيتستعمل ماي في الفروه فوالا، كتستعملوه كي قلتي لك ثلاثه المرات في الاسبوع ولا نهار نهار ايه نهار لا من الاحسن الناس اكثر. انتما سبري وراه كيدي لكم فتره طويله، لو بري 130 درهم، راه الناس جربوا وعطى النتيجه ديالها غزال. انا تنقول لكم البنات شي حاجه اللي مجرباها، من غير انني كنجي عند اختي انا وتنصور لكم لي برودوي، اغلبيه ديال لي برودوي كتشوفوا هنايا انا تبارك الله مجرباهم، مجربه الصباغه فوالا، مجربه هاد سبري اونتي شوت، الشامبوان كتواصلت معك غير مؤخرا قلت لك راه سالي لو شامبوان، كان ديك الساعه باقي ما وجداتوش، دابا يلاه وجد هو، ولو شامبوان سوليد راه متوفرين بجوج هادو رائعين. الكريمه البنات انا حيت عندي شعري دهني فما احتاجيتوش، ولكن اختي عندها لي شوفو بوكلي احتاجاتو غزال بزاف. نجيو هنايا لو سيروم، هذا غزال 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 غزال، حيت فيه ريحه العود، فيه ريحه العود، مغذي مرطب، إلي سون سيليكون. والبنات ديما كيسولوني عافاك اختي منى بغينا سيروم، كيتسيدات اللي كيبغيو يديروه قبل صابو شعرهم فوالا، هذا كيحمي الشعره وفي نفس الوقت كيعطي هذيك لابغيونس والرويحه، وفيه الجوجوبا والجوجوبا، زيت الجوجوبا تتعطي اون تخي جولي بغيونس تبارك الله. و اي بو اتر كومبيني بور لي شوفو بوكلي، ما بين اون بو فير اون كومبينيزون ما بين لو سيروم و لا كريم فوالا، ديال بوغ لي شوفو بوكلي اللي كيبغيو هذاك لي في مويي بوكلي تماما، يقدروا يديروا السيروم مع لو لي كابيلير، مع لو لي كابيلير، سينو اللي تيبغي افي ليس اها تيديروا لو لي هذا بوحديتو وتيمشطوه
تبارك الله دابا لو بري راه كتشوفوا يعني لي بري 55 درهم 60 درهم حنا كنذكروا هادو دائما كيكليكم بالنسبه للناس اللي جدادين على القناه نبقاو دائما ندير الاشاره لان الناس اللي كيجيو عندي وتقولوا لي عفاك هنا نقص لينا الثمن تبارك الله اثمنا فما كرهتش ما كرهتش المواد الاوليه كلهم ارتفعوا انايا تحملت العبء ديال الزياده وديال الزياده وما زدتيش في الثمن لا ما زدت في الثمن تبارك الله سو كيف خليت باش يبقى هادشي في المتناول ديال الجميع راه يعني هي راه كتحس بالسيدات كتحاول بخل مني راه ماشي بخل مني حاشا ولله ماذا بيا زعما بصح نكرم كلشي الناس اللي كيجيو عندي وليني غير بالله راه حيت هادشي كتقولوا لي مثلا كتقولي لي برودوي شحال دايرين لومبالاج باش دير لكم واحد لومبالاج اللي هو زوين اللي هو فوالا زوين باكاجين يكون زوين لان العين قبل ما تشري وقبل من المنتوج راه كتشوفيه هو الاول تماما شوف حتى كتشوفيه وتقتنعي وتشوف الريحه ديالو وتشم تشوف لا تيكستور وعاد تدير الدار وعاد تجربيه تبارك الله عليك فوالا المهم غير وعاد زايد انا كدير لكم لي برومو يعني كتحاول مره مره دير لكم دي باك ودير لكم دي برومو كاينه دابا كاينه واحد البرومو زوينه ان شاء الله المهم غير بقاو معايا ان شاء الله ما تزابيوش غير ندير لكم هاد التذكير ان شاء الله ونوريكم لا برومو ديالنا فين غنمشيو عاوتاني نبقاو الصباغه فوالا كولوراسيون الوغ هادي لا كولوراسيون وحتى هي مجرباها انا البنات رائعه 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 غزاله صراحه غير كي قلت لكم كل حاجه كتبغي تتبع ياك وي وي Alors la coloration فيها plusieurs plantes مختلفين كلهم طبيعيين فيها نسبه قليله من الحنه ماشي بزاف قلتي ليا نسبه قليله فيها ولكن فيها الانديغو غير الانديغو شحال داير الثمن ديالو غالي طالع غالي بزاف يعني ما كاينش سي د لامبورطاسيون فوالا يعني كلشي هادشي الانديغو الكتم حتى هو خصك تجيبي الحنه املا شيكاكيت حتى حاجه من هادشي ما كاينين تبارك الله عليك سو كيف تنحاولوا نديروا شي حاجه اللي زوينه هو الحنه هاد لا كولوراسيون تتعطي نتيجه زوينه بالمتابعه فوالا المداومه وهي البنات كتعطيكم ان ماغون فونسي يعني دابا حاليا عندها اللون ان ماغون فونسي وحتى الناس بغاو يغطيو الشيب هكا بطريقه اللي هي زوينه غير هو كي قلت لكم كتستعمل مره في الاسبوع انا باش عجبتني هي صباغه ودواء في نفس الوقت فوالا صباغه ودواء والناس اللي غيسولني على الطريقه انا كيف ما كنديرها وكيف ما قالت لي اختي هناء كنخلطها مع القهوه اكزاكتو فوالا كتغلي القهوه فوالا اي نوع ديال القهوه سواء هذيك المعطره سواء بغيتي مثلا الاخرى هذيك سريعه الذوبان انا كنفضل سريعه الذوبان فوالا حتى نبغي زعما نسهل على اللي عندك متوفر خيبه اللي عندك وليني سريعه الذوبان فيها اللون طالع فيها اللون كتقدر تعطيك اللون اكثر سي فغي صافي وكتخلطيها بها كتخليها واحد شويه وكتابليكي على شعرك هذه باش زوينه مع ما فيهاش الزيت تقدر تخليها المده اللي بغيتي لا المده انا كنخليها اون دومي جورني كتمنع انها تلصق على الشعر تماما زعما الناس اللي شدوا لا كولوراسيون يديروا فيها يزيدوا هما من راسهم الزيت راه تيمنعوا ان اللون يلصق في الشعر في الشعر تماما تبارك الله عليك هذه الثمن ديالها كتبقى ب 75 درهم وبالنسبه للكميه عاودي ذكرينا بالكميه اختي 150 غرام 150 غرام 150 غرام عملها على جوج وثلاثه زوينه بزاف وتي كتنقي الفروه ديال الشعر من لا كولوراسيون فين غادي نمشيو نشوفو لا غام ديال فوالا لا غام ديال الفيزاج هذه حتى هي نعاودو نذكرو بها حتى هي غادي تكون فيها اون بروموسيون هذا هو لو بري ديالهم شوفوا لو بري ها هويا وغادي نعطيكم لو بري ديال لا بروموسيون في لا غام ديال لاكني تبارك الله عليك بعدا غنشوفوا هاد لو جيل بوريفيون لو جيل بوريفيون الي درولا دو لافون فوالا لا لافون الخزامه بحال البنوته اللي جات قبيله يوم ماماها مزيانه للمراهقات والمراهقين 13 عام 14 عام يلاه كتبدا البشره لي زوغمون وهذا قدر مخير واللي عجبني بزاف بزاف حتى انا داك كنت خديته لولدي انه ما تينشفش هادشي كله لطيف بحال هنا شي دابا هنا خدات منها من الطبع ديالها في لي برودوي ديالها والله الا نهضر معكم صراحه حنانين على البشره وعلى الشعر والله يعني تخيلوا معايا قماش حنين ماسك حنين تبارك الله عليك لو جيل لا حيت خصو ينقي فوالا ولكن ماشي كتحسي بوجهك غادي تقطع بهذا المعنى كاين دي برودوي مثلا البشره مثلا ميكس كتحسي ان وجهك غادي تقطع لك اكثر ما كينشف مي هذا كتحسي بوجهك انه تنقى تغدى ومرطب تتحسي مرطب وكاينه فيه الخزامه اللي هي عامل ديال التوازن ديال البشره الدهنيه تبارك الله عليك كتلعب على التوازن ومعقمه الخزامه معقمه تبارك الله عليك الخزامه غنيه عن التعريف ما تحتاجش يعني دابا السيدات اللي هكا تيكونوا عندهم هما ديجا مشاكل اولا وليداتكم هذا هو اللي غتاخذوه هانتوما عقلوا عليه باللون تيجي خضر شويه ياك خضر هذا سي الكلوروفيل باش نبدلوا غير اللون
من هذا لو جيل نيبيون. حتى هذا هو اللي خديت انا، هذاك اللي كنستعمل انا، هذا اللي كيستعمل ولدي دابا. شفتوا الريحه هذا؟ الوغ هذا اي ني با بارفومي، هذا ما فيهش الطبيعيه ديالو، هذا فيه واحد الريحه ادغابل زوينه ديال الورد خفيفه. فوالا هذا تاع الاستعمال، هذا ممكن تستعملوه استعمال يومي، استعمال يومي ديال البشره الجافه. فوالا ديال البشره الجافه، فهو بالعكس هو مرطب. كاين اللي كيجي تيقول لي، كاين اللي كياخذو تيقول لي راه ما زعما راه رطب لي وجهي تماما. لا ما كتما هو سورتو حنا كنعرفو جفاف سافو دي غدي غيد. الجفاف يساوي فوالا يساوي تجاعيد. فاي برودوي خصكم تاخذوه، واخا كيقول لكم غوماج، واخا يكون ماسك بحال هكا، واخا اي حاجه خصو يكون حنين على البشره. فوالا لو بري راه كتشوفوا 50 درهم، 50 درهم فوالا. نجيو للمقشر اللي قلت لكم، تري زعما كيفاش نقول، اي تري باسيف على الوجه. تتحطوا، كاين اللي كيقوم بالفرك ديالو، كاين اللي ما كيحتاجش. هو اون فيت هو ما تحتاجش كاع يتفرك، اللي ما باش يفركو غير يحطو، راه غادي تقوم هو اون فيت. هي لا ماتيريال دي ماتيير لا سيت ساليسيليك سي اون ماتيير ايموليونت، غادي تطلع تاكل، وغادي تطلع في الاول غادي تطلع الخلايا الميته. فوالا يعني ما كتحتاجيش انت تخدميها بيديك، هو كيدير هو الا انا في ميكانيك لراسو تبارك الله. انا صراحه كنقومي حيت في واحد الحبيبات، هانتوما شوفوا البنات كيعيبانوا لكم، واحد الحبيبات شفتوا، وكنقومي شويه، ولكن داك لو غوماج ماشي اغريسيف، انا كنحس به رطيطب. وكاين اللي ما كيستحملوش نهائيا ان يقومي نهائيا، هادو لا بو تري تري سونسيبل، غير يحطوه تمام، يحطوه وفيه شحال يخليو 10 مينوت 10 دقائق فوالا، ولا فيه لو زانك، ولو زانك مضاد للتحسس. الناس اللي كيتحسوا عندهم لاليرجي فما لحكوا وجههم، راه ما تيخرجش بداك الحموره ووجهك تيوزوز في الاخر تمام. لو غوماج نو تبارك الله. دابا ملي تكون دابا هاد الوقيته ديال البرد، ملي كتبغي ديري ان اكرون، ولا ملي كتبغي ديري ان فون دو تان، ولا شي حاجه تتقشر لك وجهك. فوالا انا دابا وليت كندير هاد القضيه، مثلا عندي خارجه اولا هذا كنبغي ندير ليكرون ديالي نهار نهار لا بيان سور، هاد لو غوماج خفيف شويه. ملي كنكمل مثلا، كاين بعض المرات كندير عندك ياك الغاسول الابيض اللي خديت من عندك باقي كاين لارجيل بلون، لارجيل بلون كاين في هنا في الكميميسه العجيبه، الكميميسه العجيبه درت هذاك لارجيل بلون لان تقاد عليا لو فيغ، عرفتي تبارك الله تيتغطى الوجه تيتنقى فوالا، داكشي غزال زوين خفيف ظريف تبارك الله عليك. بالنسبه لو غوماج الثمن ديالو 60 درهم، راه كيدي لكم مده طويله تبارك الله. لارجيل فيرت شجر فيه الطيل الاخضر، وفيه شجره الشاي، شجره الشاي هذا الناس اللي عندهم لاكني، الناس هذا بالنسبه للبشره اللي كتكون ميكس ديالك ديه الدهنيه والميكس. غير الاشاره هادشي راه عندك كله كريم، راه ماشي كيجي بودر تبارك الله، كلشي عندنا مخدوم. يعني هذا راه كيجي كريم، هذا كيجي كريم، هذا بالنسبه للبشره الدهنيه. والناس اللي عندهم البشره اللي كتكون جافه بزاف كتاخذ الطيل الاحمر، الطيل الاحمر والبيغ دو كاريتي والارغان والفيتامين او تبارك الله عليك. وحتى هو كيجي كيف ما كيبان لكم، ها هو سو فورم دو كريم، يعني ما كتخلطي يعني المعكازات نخلط هذه مع هذه ما كتحتاجيش. بعض المرات التخليطه ديالهم ما تتكونش متوازنه وما تتكونش مدروسه، وكانوا بعض المرات الناس كيسمعوا على شي تخليطه وتجربوها على وجههم، هذا ماشي اي لك. حاجه كتصدق ليهم تماما يعني تبارك الله عليك. الاحسن الطين المهم هنايا كتاخذوا، انا على ضمانتي حيت انا جربتهم البنات وعندي لا بو سونسيبل شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وامنه امنه امنه امنه. كي قلت لكم 60 درهم 60 درهم اها، هذا الطل الاخضر تاهو ب 60 درهم، وهذا لو سيروم فوالا اسينيسون، هذا كيصلح سورتو لاكني. هذا ما عمرني جربته باش نجيكم الصراحه، هذا ماشي لك منى فوالا. لا باش حيت كاين بعض السيدات اللي يقدروا يقولوا لي تيقولوا انا جربته غير هكاك. انا والله ما تنكذب البنات، تنقول الصراحه يعني مثلا لي برودوي اللي جربت راه جربت، لي برودوي اللي ما جربتهمش راه ما جربتهمش، ولكن هذا خاص للبشره قلتي لي الناس اللي عندهم لاكني هذاك الخايب، الخايب اللي عندهم لي بوتون انفكتي، اللي عندهم عليكم السلام اللي عندهم لاكني انفكتي، اللي عندهم داك تنسميوها لاكني فولغار عامره بلي بارما غير توسا. غير باش نشرح عطيني واحد النقطه ان لاكني كان هاد لاكام كامله تتعاون على تحسين الجوده تاع البشره، ديال البشره راها ما تتحيدش لاكني، حيت لاكني تتخرج من العمر. كاين اللي كيدير ان تريتمون اللي هو قاصح بزاف، تفضلينا اختي هنا باش ما نشدش معنا لاكني
ما كيف ما قلتي ليا يعني كاينين الناس مثلا اللي كيديروا مثلا تريتمون ليا قاصحه وغاليه وراه ما كتحيدش لهم لاكني ديك الساعه مستحيل كاينش مستحيل ولا غير كتعاوني بها وصافي مي سي ان تروبل هرمونال سي تروبل ديال 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 لو فوا ديالهم هو سي تري كومبلكس هذا غير باش كتعاوني واحد شويه راه كاينين تيديروا يعاون بالدواء لا سبي ديال لابو كاين اللي كيمشي عندو ديرماتو وتاكل الدواء تمام ديغيور ياك وعاد كيعطي له ان تريتمون ديال ليكستيريور فعمرنا ما نقدروا نعالجوا لاكني فوالا ان سول برودوي مثلا سحبنا ان غادي تمشي لينا لاكني كتعالج من الداخل ولا سبي ديال لو فيزاج ديالنا باش كيبرد على تيبرد من الحبوب اللي هو تيكون فوالا على حسب لي تخاص على حسب لا باكتيري على حسب تنعاونوا فوالا تبارك الله عليك وحتى هو كيف ما كيبان لكم الثمن ديالو 75 درهم عقلوا عليه راه كيجي بحال اورانج بحال صفيفر شويه نكملوا البنات دائما في لاكام ديال ديالو فيزاج ياك غادي نهضروا على غادي نهضروا على نهضروا على لا كريم بعدا نهضروا على لا كريم هيدراتونت لا كريم هيدراتاسيون انتنس ديال لاسيد هيالورونيك الوغ سي اون كريم تري تري ريش بلا تري تري ريش سورتو فهاد الوقيته عقلتي فاش قلت لك قطعتها في الصيف حيت هي غيش بزاف جيد غير كيتيدم دابا وقتها لان الوجه مهما كان ميدم كينشف فهاد الوقيته تينشف الهيدرات الغوبوب لي غيت كتعمر لي غيت كتعطي ان اسبي وكتاخدي منها غير شويه وكتحسي سورتو الناس كيبغيو يديروا هذا المساج كتعاونك كتعاون بزاف كتعاون انا كندير المساج برافو عليك هادشي اللي بغيت نقول المساج اكزاكتومون وشنو اللي بغيت نقول فيها حتى هي لا فيتامين او فيها ويل دارغون فيها لو بور دو كاريتي فيها لو كوتي مودرن اي لو كوتي تراديسيونيل تبارك الله عليك حتى هي الثمن ديالها 120 درهم من لا كريم هيدراتونت غندوز لكم السيروم كونتور دي زيو هذا حتى هو كي قلت لكم انا ما كيخطانيش يعني كندير منه غير قطيره حتى هو راه ما كديرش منه بزاف فوالا قطيره وكتماصي به عوينتك مزيان وممكن ممكن انا نقول لك صراحه انا اش كندير كناخذ شويه من هذه نديرها تحت عينيا غير في الجنيبات غير في الجنيبات هاد البلاصه اللي فيهم دوك لي غيد ديكسبرسيون ديال ما كديرش الالرجي كيسولوني الناس اللي عندهم مشكله في عينيهم بحال دابا تيديروا لي كرون توتال تيبداو يدمعوا ولا تيحرقوا ولا تيشوطوا تيسولوني على لا كريم واش لا تطلعوها شي شويه على لو كونتور دو لو انا كندير فيها كل كندير كندير العوينه كامله راه ما تديرش حساسيه للناس اللي عندهم مشكله في عينيهم كلهم يطلع ماشي في قلب عينيهم لا غير ما شويه لا تقاست وسورتو لان الا يخلطوها مع لو سيروم ولو سيروم عنده تا هو مفعول انتي غيت على حساب لاسيد هيالورونيك اللي كاين في لا كريم اون ميم طون سي ان انتي سيروم حيت فيه لا كافيين ولو دو بلوي تي تي لا كافيين تي كتقولي هاد لو دو بلوي كتعجبني كيفاش كتقوليها تبارك الله عليك لا كافيين اي لو دو بلوي بجوجهم تيمشيو مع بعضياتهم باسكو سون تو لي دو كونجيستيونون دي كونجيستيونون كيفاش نقولوا كونجيستيون سا فيدير هادوك الناس اللي عندهم اون موفيز سيركولاسيون سانين فوالا ما كتكون عندهم الدوره الدمويه كتكون ضعيفه فيها مشكل ضعيفه فلا كافيين لا كافيين الا اكتيف لا سيركولاسيون سانين فايل فا دي كونجيستيوني هذيك لا بارتي غادي تستيميليها غادي الدوره الدمويه تكون احسن فوالا وبالتالي داك الزروقيه تتكون ما كتبقاش مكبده هكا في الزروقيه تما ولو دوبلوي حتى هي سي لا ميم شوز فهو مقطر ديال واحد الورده سميتها لو دوبلوي الي سبيسيفيك بور ديال العين تبارك الله عليك شو كتبرد وكتعطي واحد البروده للعين وهي مهدئه ومسكنه للمحيط العين تبارك الله الثمن ديالها 60 درهم شتو وعاد هنايا غادي نهضروا على السيروم ديال لا فيتامين سي سي لو سيروم دو لا فيتامين سي وفيه لا لويفيرا سي لا باز ديالته لا لويفيرا ولي زالك تبارك الله عليك والحجم ديالو بالمقارنه مع الثمن زوين علاش حيت هذا تخيتا هو تخي كونسونطري وتخي ريش هذا كدير منه نقيطه جوج ماكسيموم سي تو فوالا ما كديرش بزاف تعطي اون بون مي حيت كاين دي كريم ولا دي سيروم كديري نقيطه كخصك تزيدي جوج ثلاثه اربعه كتحسي بحال وجهك ما شربش بما فوالا ما شربش هذا لا البنات تيلمون هاد تيلمون غيش كديري غير وحيده ولا جوج تتحسي ان ان البرودوي فعال بهذا المعنى برودوي فعال اون بليس دو سا تعطي اون تري تري بون مين لا فيتامين سي هي غنيه على التعريف تتعطي لك لا تتعطي تتفتح بان طون تبارك الله عليك كتعطي بون مين لا لويفيرا تفتح البشره حتى هي تترطب البشره وتترطب ترطب بها تترطب بزوين وفيه لا غليسيرين حتى هو مرطب وفيه الطحالب تيديروا يغابوخ لي زوليغو اليمون تسكي مينيرال ندوزو ندوزو لبوم اليف غدا غزال لبوم اليف فوالا هو اللي كنستعمل انا كيعطي واحد اللون غوزي
يعني السيدات اللي كيبغوش لي روجا لي غو هذا الشفايف ديالك ما كيتقشروش رطيق بين فوالا كيبقى ما كينشفش على الفم تبارك الله عليك غزال تبقى اسي غا هذا كاين السيدات اللي كتقدروا ديروه في الدار وتقدروا ديروه وتخرجوا به انا بالنسبه لي غزال فيه واحد الغوز زوين تيعطي غير الشفايف تيولي غوز وصافي ممتاز هذا نرى ما كيخطانيش رائع ما يديروش غير الوليدات بيان سور باقي عندك هذاك اللي نوتر ما تيبغيوش كيبغي لي حمر المهم الوليدات اولا الرجال اللي عندهم هذا المشكل ياخذوا شي حاجه نوتخ عند الطلب ممكن حيت كان عندها النوتخ هذا كيجي غوزي ومن عجبني انا عجبني الغوز كتقولي الحمر باغي الحمر تنقول لهم راه سي با غوج عليه سي بون عليه ولكن راه كيبغيو ما جوج واحد فوالا الثمن ديالو كيبقى كي قلت لكم ب 35 درهم ها هو شنو المهم غنحاول ندير لكم بحال هكا جوله الفيل دو كوكو هذه البيل دو كوكو معصوره فوالا ها هي بدنا على غير الباكاجين فوالا شي اللي بغيت كان هذا الباكاجين درناه في الجاج دابا ما بقاش الله عليك ها هو لو بري ديالها 50 درهم فوالا هذا لو بوغ دو كاريتي بوحدو هذا لو بوغ دو كاريتي على فيتامين او زيد الفيتامين او هنايا فوالا هذه 30 درهم هذه اللي زيد على الفيتامين او ب 40 درهم اها فوالا هنايا الزيوت اللي كنعصروا هنا زيت ديال السمسم اللي هو جنجلان داير 50 درهم الفيك دو بارباري دايره 200 هذه اللي كيقدروا يستعملوها مضاده للتجاعيد والكونتور دي زيو كونتور دي زيو مضاده للتجاعيد زوينه تري ريش لي اوميغا 3 و 6 وغنيه بالفيتامين او تبارك الله عليك تري ريش الوغ هذه الارغان باش نشرح لهم هذا زيت ديال اللوز تنطحنوا حتى حنايا الحلو الحلو هذا هذا وجه وشعر كلشي كلشي حتى الاكل حتى الاكل فوالا نجيو هنايا لهاد الغزال هذا الجلدوش ريحته ما كتعرفيهش امونه فين هو هذا بالضبط ما تتعرفيه لا فين هو الجلدوش ديال الزهر ها هو اه صافي صافي هنا هذا سي لا بتيت ستار جديد شنو هذا شي حاجه جديده وي هذا فيه الكاليبتوس وي ديما تنقولوا لهم كاليبتوس كاليبتوس هذا هو اللي ذوقيته صراحه ديال البرد تشميه في السخونيه المهم انا هذا هو اللي كنستعمل صراحه انا ديال الزهر ريحته واعره انا كنسحب هو هذا الجديد هذا الريحه ديال الكاليبتوس عرفتي دي بحال الناس كتقول لكم خنوقين اللي ضربهم البرد ديال في الحمام كيعطي الريحه ديال الكاليبتوس مع الله عليك حسونا حيت قلتي لي ما كاينش شي حاجه جديده في هذا الشيء انا صافي اوتوماتيكمون هبطت عندي انا راه لو جيل دوش ديال الزهر المهم غزال 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 كنهضر على هذا ريحته ثاني هذا اليوم ان شاء الله تجربي قولي لي هذا ريحته منعشه انا حيت دابا ديجا ني في مخنوق غتكونوا لاحظتوا دابا في الصوت ديالي ني في مخنوق شميتو بحال ديك الويل اللي عطيتيني اللي كنشم ديال الكاليبتوس لا ميم حيت الكاليبتوس فيه غير الويل اسونسيال اون بار لو بارفوم اي بالبارفوم الا فيه افيك الويل اسونسيال دو كاليبتوس وفيه لي كريستو دو مونتور هذا الويل دو ماساج هذا ريحته زوينه ريحته زوينه هذا الويل دو ماساج فين هو اللي ريحته زوينه هذا ديال الزهر كتهضري غلاكس على ديال الزهر انا الغلاكس حيت هذا البنات اللي كنقول لكم انا حيت خديته في الكميميسه قلتي فاش فاش درتي في الكميميسه ديال الزهر ملي كتبغي هكا تماصي هو زوين كيماصي وريحته في الزهر ريحته فنا المهم انا هاد الجوج هادو كود كوغ ها هما ديال الزهر كيحمقوني عاد هادي اشنا هي هادي لويل اسونسيال باردون هادي لويل دو ماساج باس دو تخسيس التخسيس فيها الناس اللي كيبغيو يضعفوا فوالا فيها خمسه ديال الزيوت الاساسيه اول تقدر تستعملها على اي منطقه مثلا كريشه الكتيفات يعني كويس كلشي 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 لو سيترون لو جينجامبر لو سيبري المهم فيها ان ميلونج ديال لي زويل اسونسيال اماسيسون فوالا الثمن كي قلت لكم هذه 85 هذه اللي قلت لكم فيها ريحه زوينه غولاكسونت كنديرها انا بالليل ملي كيكون هكا ضارني كتفي اولا يدي فنه انا كنت خديت الحجم الصغير اللي كنتي درتيه في الكميميسه ومن هذا الحجم اللي كبير هذا راه الكبير هذا الثمن ديالو 75 درهم هذا لو لي كوربوريل فيه زدنا ان نوفو بارفان ديال لو تي فيغ فوالا هذا هو الجديد جديد كان فيه الزهر وفيه الياسمين تماما دابا فيه لو تي فيغ تبارك الله عليك هذا تنشمو حتى هو باقي ما عرفتش الريحه ديالو انا نقول لك فوالا والثمن 60 درهم 60 درهم فوالا سي توجور لو ميم بري ما بدلناش البري هذا لو غوماج ا باز دو كافي وفيه ليكستري دو كافي ارابيكا وفيه اللوز فيه وهذاك باش زوين كيتستعمل لو كور والبشره ياك بجوج لي دو وليدين ليدي دات هكا اللي كتبغي تحطو غير هكا في لا كويزين ولا في الحمام وتستعملو ليديها 88 درهم كيتستعمل حتى اوطونك في الصابوناج في الاخر ديال الحمام اه داك ديك لابارتي ديال الفشوش الاخرى تبارك الله جيو لهاد لابارتي دغيا حتى هي ندوزوها هادي ديال يدين ورجلين فيها لو غوماج باش تعرفوا انا فكرت لكم في كل شيء الشعر
البشره لو كور هذه دابا اللي دينو الرجلين فيها لو ياك سكراب هذا الجوماج دينو الرجلين فوالا اباس دويل اسونسيال دو سيترون هنايا لا بودر انتيسيبتيك فوالا اللي كتقدروا ديال الرجلين ولا ديال لي زيسيل فيها بولا. فيها نقدروا نسميو داك اللي كي اللي ما كيبغوش يستعملوا مضادات التعرق ديال اللي كتكون هكا تيديروا شي حاجه طبيعيه بحال هكا هذا 50 درهم هذا 40 الجرثومه المسببه للريحه ديال التعرق تبارك الله يعني كيخلي العرق يخرج ولكن ما كتكونش فيه ريحه خايبه ما كتكونش تقتل هذاك الجرثومه اللي فيه داك الريحه تبارك الله عليك كتدي ريحه قبيحه هذه لا كريم دي مان فوالا دويل اسونسيال دورانج وغتكون هي غيش بزاف 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 لان ديال اليدين وهذا لو بون دي بيي فوالا اللي كنتي قلتي الناس اللي كيكونوا عندهم دوك التشققات الخايبين كاع كي مزيان لهم هذا تبارك الله عليك اولا اللي عندهم الكزيما ياك حتى الناس اللي عندهم الكزيما الناس ديال الكزيما والناس اللي عندهم التشقق تيبان لكم حتى بالنسبه لاكولور ديالو راه ماشي بحال هذا فوالا الثمن ديالو كيبقى ب 50 درهم ودابا البنات غادي ندير لكم بلا برومو اللي مجده لكم اختي هناء في مجموعه ديال لي برودوي وانا متاكده غادي تعجبكم هاد لا برومو هادي باش غادي نبداو لك ميميسه بعدا هادي لكم ميميسه هادي لا برومو نفكرهم فيها اللي باقي باغيها هي كاينه هادي سي اون بروموسيون كانوا فيها 10 ديال لي برودوي درناهم ب 280 درهم هذا بوحديته الى 80 درهم يعني كتقام عليكم رخيصه وفيها 10 ديال لي برودوي 10 ديال لي برودوي اتيستي اللي ما جربش شي حاجه بغى يجربها عاد ياخذ لو غرون موديل ديالها كاينه هنايا بحال كتجربوا البيتيت فورما ومن بعد كتاخذوا الغرون فورما غرون فورما اكزاكتومون فيها فيها الحليب الحليب ديال الجسم فيها الثقله فيها لو صابون نوار صابون نوار يعني الصابون البلدي الاصيل ديال الزيتون ماشي اللي بحال اللي كتاخذ اللي كناخذو العادي من الحانوت اولا انا ملي جربت هذا انا عرفت الفرق عاد كاين لا كريم هيدراتونت ديال الالوفيرا والارغان فوالا فيها الزيت الويل دو ماساج اللي كتعجبك هي هذه اللي قلت لي هذه واعره انا كنت خديت الكميميسا لا بوم ا ليفغ بهذيك لا كولور غوزي كتحمق هذا الماسك اللي تيعجبك حتى هو غزال ابيض ها هو اللي قلت لكم كيجي ابيض فن 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 القماش وهذا الماد الورد اللي كيبغي يستعمل من ورا الماسك راه كترشيه ولو سيروم اللي بغى يجرب لو سيروم ديال الشعر فوالا ها هو البنات كيقول لكم بالريحه ديال العود تبارك الله عليك هادو دابا 10 ديال لي برودوي بشحال غادي يبقاو 280 درهم وكنذكر الارسال في كازا خارج كازا وحتى خارج المغرب هادي بالنسبه نقولوا حنايا البرومو الاولانيه نجيو هنايا لا برومو الثانيه معنا شنو غادي يكون فيها الو غادي لا غام ديال لاكني فوالا الناس اللي عندهم حب الشباب الحب الشباب هادي لا غام كومبليت الو ماشي الناس اللي عندهم الحبيبات صغيورين انا نقول لهم لو سيروم تحتاج لاكني ديال سورتو هذا سورتو هذاك ديال الحبوب اللي هو تيكون اما عامر بالتقيحات فوالا وتيكون فولغار تهيوجات تهوية هذا تيصلح له ابخي هذا وهذا وهذا كيمشي لا بو غراس فوالا كيكون فيه الكوماج تيكون فيه الماسك بيوريفيون تيكون فيه هذا لو سيروم وعاد كيكون فيه لو جيل بيوريفيون هذا كيتستعمل كي قلت لك كيف ديما كنقولها هذا يعني المراهقين وليدات المراهقين هذا واللي فهم اللي عندهم لا بو غراس فوالا كيليق ليهم هما اربعه ديال لي برودوي نورمالمون نورمالمون 245 درهم فوالا نورمالمون الثمن ديالهم ب 245 درهم 245 درهم دابا درنا لهم 220 فوالا بحال نقصت لكم 25 درهم وفريمون راه نورمالمون هي يعني في ظل هذا الشيء اللي واقع دابا يعني ما كتقدريش تنقصي حتى شي حاجه وما بغيتيش وما بغاتش تزيد عليكم ولكن ما عاد ليك كديري هذاك الاتجاه لازم تضرب ملحه في الطعام لازم تبارك الله عليك المهم شفنا دابا لي دو برومو اللي معانا دابا غندوز لكم لي هادو دي باك ياك اللي جبتي ليهم هادو لي باك اللي هضرنا عليهم ان باك ديال ليدغاتاسيون كل ما تتعلق بليدغاتاسيون درنا فيهم دي كادو هادي باش عجباتني ان بيتي كادو دي كادو هكا مزيان دي بيتي جيست نتوما انا نقرب لكم باش يبان لكم شنو كاين فيهم هادي تخوس ديال ليدغاتاسيون هادي تحلي تضي طلي تبارك الله عليك حلي لا تخوس وجلسي طلي ديال الترطيب الناس اللي عندهم لا بو ناشفه بزاف بزاف شنو فيها فيها اول حاجه درنا لا كريم ا باز داسيد هيالورونيك هادي لا كريم شتو ها هي ها وشنو فيها عاوتاني فيها لا كريم دي مان فوالا كريم مرطيبه لليدين كنعرفوا حنا اليدين كياكلوا بزاف العصاف هاد الوقيته هادي كيتشققوا كيوليو ناشفين هذا ديال اليدين كيف ما قلت لكم وهذه ديال الوجه بلاسيد هيلارونيك ياك وي هذا ترطيب الجسم
هذه ديال الجسم اللي كتخرجوا باقي نتوما في الحمام، يعني لابو ديالكم باقي كتكون باقي فيها الماء، كتاخذوا واحد شويه وكديروا الجسم ديالك كامل ترطيب وريحه زوينه. ياك ريحه زوينه تبارك الله عليك. فوالا هذه ديال الترطيب ديال الشعر. فوالا كديروه من مورا ما كتغسلوا، كديروه للشعر ديالكم باش كيبقى لكم رطب. هذا ما كيتغسلش؟ لا تيبقى في الشعر. هذا لولي اللي كديروا في شعركم ما كيتغسلش. هذا هادي لا بتيت تروس كادو اللي جمعنا فيها هادي الكوبي. هذا كيمشي كادو من عند اختي هناء. وعاده لو بوم عليه حتى هو سي ان تي كادو. شتو شتو تبارك الله. هادي راه ما كتخطانيش انا ديما عندي في الساك راه حفرتها من غزاله غزاله غزاله. هانتوما شوفوا لا كولور، لا كولور راه مغلوقه شويه على هادي، هادي حيت الفوقاني ديالها باقا جديده. مهم زوينه بزاف كي قلت لكم، هادي كتجيكم كادو مع لو باك. وهاد لا بتيت تروس يعني بحال عندكم خمسه ديال لي برودوي بالثمن ديال 4. وي اكزاكتلي. بارك الله عليك. بشحال غيبقى هاد الباكيت؟ 270 270 درهم. وكنذكر الارسال في كازا، خارج كازا وحتى خارج المغرب، يعني حتى اللي بغاو هاد لي باك هادو وهما خارج المغرب ممكن اختي هناء ترسل ليهم. ها نجمعوا هذا ونمشيو لو باك حمام ديال الرابع. حمام لو باك ديال الحمام. عجبني لو كادر اللي درت لكم مع هاد لو باك هذا. اشنو فيه مع اشنو فيه اختي هناء؟ الوغ لو باك فيه شنو كنحتاجو في الحمام؟ صابون بلدي ديالنا كغون فورما، كغون فورما طاي نورمال. فوالا هانتوما الصابون البلدي. اها الوغ فيه السقلة اللي كتمشي مع الصابون البلدي. وحتى فنة سورتو تا الناس اللي عندهم الحبوب وعندهم لي طاش في الجسم ديالهم، كتصفي الجسم وهي سخونة فيها العشوب زوينة. فوالا تا الناس اللي عندهم البرودة ياك مزيانة ليهم. زوينة بزاف. سورتو إلا درتيها مع هذاك لو جيل ديال الكاليبتوس ميكست واعر، هي لو جيل ديال الكاليبتوس. راه كاين فلاك كاين لو شامبوان على بنات. هذا الناس بعض المرات تيكون غوبتيغ دو ستوك، يعني اللي دابا لقاتو موجود تاخذ قريعه ولا جوج يبقى ياك من الاحسن. ياك فوالا حيت ما تيكونش، حيت انا كنكوموندي وكتقولي بعض المرات راه ما بقاش. عاد شنو كاين هنا؟ هذا مرطب الجسم. المرطب ديال الجسم، الريحه تا هو كيعطي فن كيف ما قلت لكم، وترطيب غزال. وهذا لو جيل ديال لوكاليبتوس اللي بغا ديال لوكاليبتوس اللي بغا ديال الزهر. ديال الزهر، انا ديال الزهر مجرباه غزال. هذا من الجديد، هذا الجديد ديالها شتو، وكلهم غون فورما. ويختار اللي بغاو يختار، اللي بغى يختار الريحه ديال هذا لو لي كوربوريل، اما ديال الشاي الاخضر اللي درتي جديده، الشاي الاخضر ولا الزهر ولا الياسمين. فوالا هما كاين ثلاثه في هادو، وهذا فيه جوج. فيه جوج، الزهر والكاليبتوس. هما سي على كليون دو شوازير، تطلب لي في لا كوموند شنو بغات من بارفان، وانا ندير لها في لا تروس اللي خاصها. الوغ بالنسبه لا تروس هادي، لا تروس سي اون بيتي تروس كادو، هي هادي باش عجبتني ترونسبارون، يعني لي برودوي باش نحط لهم هنا بحال هكا، ندير لهم هكا، ندير لهم لي برودوي كاملين هادي باش زوينه لي برودوي كلهم تيبقاو باينين، تيبقاو مجموعين فيه مجموعين وعارفه شنو عندك. هذا غير بتي جيست البنات، يعني كتحاولي مسكينه اختي هناء كتحاول ما امكن يكونوا دائما دي بتي جيست هكا للمتابعات. هانتوما كتجي لا تروس بحال هكا، زائد كتعطيهم مع كادو، زعما بتي كادو ديال لو فوالا. ها هو كيس ديال الحمام، يعني تقديمه ان بتي جيست هكا من عند المحل ديال ريحانه كوسميتيك. تبارك الله عليك. هذا شحال كيبقى؟ 250 درهم الباك ديال الحمام ولا لي برودوي ماسك. بالنسبه للحمام تيكونوا دي مجموعين عندك بحال هكا، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. قلنا كيبقاو 250 درهم. 250 درهم. اللي بغات شي حاجه دوز لا كوموند ديالها في اسرع وقت، سورتو كي قلت لكم بالنسبه لو شامبوان، لان راه ما تيبقاش. وعاده بالنسبه ان شاء الله لا فيديو ديال لي سوا غادي نحطو ليكم ان شاء الله في صندوق الوصف في اعلى التعاليق، الناس اللي بغاو يعرفوا هذاك لو سوا ديال ليدغا فاسيال، يعني عرفوه من ا حتى زد لي برودوي لي زيتاب كاملين. غنحط لكم لا فيديو والرقم باش تواصلوا معاه ملي بغيتو تاخذوا رونديفو، حتى هو غنحط لكم على الشاشه، غنحط لكم الفيكس وديال اختي مليكه. ياك اكزاكتومون. فوالا بجوج غنحطهم لكم ان شاء الله في اكثر الوقت اللي كتاخذ هي لي رونديفو. فوالا اللي بغات بحال هكا عندكم ساعه ونص ديال الدلعه. ياك تبارك الله على اختي هناء. الله يبارك فيك. الله يسلمك. فوالا متابعي القناه، وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا اللي مره اخرى صورتها لكم عند اختي هناء من التعاونيه ديال ريحانه كوسميتيك. تبارك الله عليها، كلشي عندك متول غزال. والله العظيم هاد لا فيديو ما كرهتش تكون طويله اكثر من هكا. ان شاء الله شوفوا جاي واحد الجديد غزال، انا ما غنقول والو.
حتى نوريو ان شاء الله باذن الله جديد رائع خدامه عليه دابا اختي هنا. الله يسر الامور الله يسخر لك حيت كي قلت لكم كتخدم بحب والله العظيم كتخدم بحب وتبارك داك الشيء عندها زوين وغزال. ومره اخرى كنعاود نذكر انا تقريبا نص ديال لي برودوي مجرباهم ماشي كلشي من نص ديال لي برودوي مجرباهم يعني ما بقاش انا الوقت باش نعاود نذكر بلي صافون يعني لي صافون ديال الكبريت ديال الكركم ديال العسل ديال العود. كاين صابون اللي كيدار البشره وكاين صابون غير ديال اليدين اولا عطري اولا ديال الجسم فوالا. ان شاء الله ملي غتجيو عند المحل اولا في فيديوهات سابقه راه غنحطهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف هادشي كله شفناه ما غير باش ما نطولش عليكم. فكنبغي نشكرك اختي هنا اولا على لي برومو بالفرح تبارك الله عليك يعني ما كتبغيش تغبر عليكم وحتى ملي كتبغي تطل ما كتبغيش تطل بيد خاويين تبارك الله عليك الله يعني تنوجد لهم الجديد تبارك الله عليك الجديد غزال غزال انا متاكده غادي يعجبكم. مرحبا الله يحفظك. الرقم ديالها دائما غادي تلقاوه على الشاشه كيف ما قلت لكم سواء بالنسبه لي برودوي اولا الناس اللي بغاو ياخذوها كرونديفو بالنسبه لو سوان ديال ليدغا فاسيال ان شاء الله تواصلوا مع اختي مالكه غنحط لكم الرقم ديالها. عندكم ساعه ونص كي قلت لكم ديال الدلع وديال الاهتمام بالنفس مع دي برودوي اللي هما طبيعيين. كي قلت لكم هاد لو سوان اثنان في واحد يعني منو انكم نتوما كتهتموا بالبشره ديالكم ومنو انكم كتجربوا لي برودوي ديالها ياك بارك الله عليك. المهم ما تنساوناش من لاجام ومن البارطاج المعلومات كلها غنخليها في صندوق الوصف والارقام على الشاشه. وبالنسبه للطريق باش تجيو عند اختي هناء دائما غتلقاوه في الاخر ديال لا فيديو. فكنشكرك مره اخرى وتبارك الله عليك ويسلمك تري بيانتو ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله باذن الله. يلا البنات لاجام لاجام تبارك الله عليك لاجام والبارطاج غادي نقول لكم بسلامه نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديده.